قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في ألعاب الأطفال من العرائس والدمى وألعاب البنات التي على شكل حيوانات أو صور إنسان وتكون من صوف أو غزل، وكيف نعرف ما كان حلالا وما كان حراما منها؟ اللعب المرخص فيها ليست هي الموجودة الآن، الموجودة الآن تطورت وصار لها شكل غير شكل اللعب المتقدمة. اللعب الموجودة والصور الموجودة تحاكي المخلوق تماما، حتى إنها تتكلم وتضحك وتمشي وغير تتحرك، تغيرت. لا يجوز أن يعود الأطفال على هذه اللعب المصورة المجسمة بهذا الشكل. وهناك لعب كثيرة ليس فيها تصوير، لعب سيارات، لعب أشياء أخرى، معدات أو غير ذلك، غير ما فيه روح. نعم.